بادرة طيبة تحت شعار المحبة لا تسقط أبداً، نظم طلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر إفطاراً جماعياً للمسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بعيداً عن تصنيفات الدين والسياسة، وتأكيداً على وحدة أبناء الوطن. فكرة الإفطار الجماعي اللي هي السنة اللي فاتت كنا بدأنا يعني لما بقى تبرعات من الناس وكده، كل الناس كانت بتشارك، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا كنا بنفرج ان احنا ندعم الناس في الكليه، ندعم الناس اللي بره كمان مش في الكليه بس، احنا كنا بنعمل وجبات وكده نوزعها اللي بره مش اللي جوه. غير كده السنه دي برده كان دايما اخواتنا المسيحيين دايما بيدعمونا في كل حاجه، غير مبالغ بس كان بيدعمونا في الشغل، كان بيدعمونا في التعاون، يدعمونا في التوزيع، يدعمونا كمان في الفرش، يدعمونا في لم كل حاجه. جينا عزمنا كل الكليه بغرض ان احنا نبقى مع بعض، حتى المسلمين المسيحيين كلنا ساعدنا، اصحابنا برده المسيحيين كلنا عملنا مع بعض، نزلنا اشتغلنا كل الحاجات دي. بس الفكره احنا كنا عايزين نتجمع اكتر ونبقى مع بعض دايما اكتر. يعني بنعمل ساعه يعني وقت ضربه المدفع كده بالظبط، بنعمل فطار كتير جماعي، بنحط ترابيزات كده وبنقعد كلنا نفطر يعني مع بعض. الحقيقه احنا طالب بكليه الفنون الجميله عندنا طالب استثنائي، يعني هو مشروع فنان في المستقبل، ومن المفترض ان هو بعد ما هيتخرج هيكون فنان ليه دور وبيحمل قضايا وطنه ومجتمعه، بيتعامل بشكل انساني اكتر يمكن علشان هو بيدرس فن وابداع وثقافه. لكن هو الطبيعي احنا زي ما احنا طلعنا ان المسلم والمسيحي والمصريين كلهم، ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، في حاجه اسمها مصري. لكن طبعا انا بيمثل ليا الوضع الطبيعي اللي هو المفروض ان الناس كلها تبقى عليه.